مكان، أهلا بكم متواصلين معاكم من خلال حضرة المساء إلى ثاني فقرات هذا اليوم. حناخدكم إلى رياضة مهمة جدا، مهمة لأنها جلبت الكثير من الميداليات والسمعة الطيبة إلى الساحة الرياضية ككل. رياضة ألعاب القوى ومساهماتها ومساهمتها الأخيرة في الأولمبياد أو حتى المساهمات الخارجية، حنتكلم عن هذه التفاصيل وأيضا الموازنة والميزانية والدعم والاتحاد وكيف الخطة القادمة حتكون مغايرة تماما عما بدر من الاتحاد. خلونا نرحب من داخل الاستوديو بضيفينا الأستاذ حسن أوهاج نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى ولاية الخرطوم. أهلا ومرحبا بك حسن. مرحبا بكم استضافتكم شديدة. أيضا نرحب بالأستاذ محمد أحمد حسين الأمين المالي لاتحاد ألعاب القوى. أهلا ومرحبا بك ضيف عزيز على حضرة المساء. الله يسلمك الله يبارك فيك ويرحب بك. في البداية كنا بنتكلم عن اتحاد ألعاب القوى وكيف أنه الاتحاد كان عنده مكانة كبيرة جدا في اسم الرياضة السودانية وتاريخ الرياضة السودانية. في البدء كلمنا يا أستاذ حسن عن الاتحاد وكيف كانت مساهماته ومشاركاته تسمع يعني حول العالم. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة للمرة الثانية بقناة البلد، وهو تكملة لحديث للحلقة السابقة. الآن السودان بيمر بمرحلة شوية صعبة بالنسبة لنا إحنا في الرياضة. مرحلتنا غير صعوبة الدولة كانت فيها صعوبة في الإدارة الموجودة في 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 في, في, في الاتحاد السابق. نحن الحمد لله مجموعة من الشباب، منها الرابطة، منها بعض اللعيبة القدامى، اللعيبة الحاليين، ساعدوا في إنه يحصل تقرير في الاتحاد الموجود الحالي، بتحول لاتحاد الآن، يتكونت بلجان تسييرية للأندية، يتكونت بلجان تسييرية للاتحاد إلى أن وصل لمرحلة اتحاد منتخب موجود. في الفترة السابقة الحمد لله رب العالمين السودان ده كان يعني ما عنده بطولة بشارك فيها، ما بيشيل له ميدالية. لكن في فترة بتاعت من 5 إلى 6 سنوات سابقة السودان بقى بيشارك باسم المشاركة. في مشاركات ولكن ليس ما في نتائج. مشاركات هي مشاركات بميداليات. نعم. يعني احنا ايوه نعم، يعني احنا كانت عندنا بطولات العالم الناس بتشارك بارقام، يعني الواحد بيخش بحقه زي ما بيقولوا، يعني أيوة. بشارك هو بيتاهل الكواليفايد بتاعه في التايم بتاعه، بيجيب زمن، عندك ليفل معين او حد معين لارقام مفروض انت تحرزها، اذا حرزت الارقام دي انت هي بتاهلك لانك انت تخش بطوله العالم. حرزت الارقام دي هي بتاهلك انك تخش اولمبياد. نعم. الحمد لله احنا كان التيم الموجود بيمثل السودان مرة بالمراحل دي كلها، من تحولنا من مرحلة انه يشيلونا بالكوتا كدعوة انه نشارك باسم المشاركة الى انك تشارك بحقك، الى ان وصلنا عندنا الحمد لله ابطال، يعني ابو بكر كاكي خميس شايل ميدالية بتاعت بطولة الاتصالات، عندنا اسماعيل احمد اسماعيل شايل بطولة شايل ميدالية اولمبية سنة 2008، عندنا عبد القادر ادريس شايل بطولة عالم، كان ادم النور شايل بطولة عالم للشباب، نوال الجاك شايل بطولة عالم للشباب. يعني دي الفترة اللي انا كنت اتكلم لك عنها انه السودان كان بيشارك وبيحرز نتائج فعلية. في الفترة بتاعت الست سنوات السابقة السودان بقى ماشي لي راجع لي ورا، يعني ما في تطوير، ما في تحديث، ما في غيره. الان نحن الحمد لله يعني واحد، احنا عاصرنا الشباب اللي شالوا الميداليات العالميه دي وكنا بنلعب معاهم نفسنا احنا ذاتنا. جينا واستلمنا الاتحاد، واحنا طبعا الحمد لله زي ما قلنا في الحلقه السابقه انه احنا استلمنا لين الان شهر، لكن في خلال الشهر ده احنا شايفين انه يعني احنا بيقيمون الناس ما بنقيم نفسنا، لكن احنا اللي تقييمنا الذاتي لنفسنا انه احنا الان ماشيين بخطى ثابته في بعض الاجراءات اللي احنا عشان نطور بها. الاتحاد الولائي المحلي ولايه الخرطوم. نعم. الاتحاد المحلي احنا الان ماشيين في خطى ثابته انه احنا نمشي لقدام بالاتحاد. عباره عن انه هي احنا بنطور اللاعب، بنطور المدرب، بنطور الاداري، بنطور الحكم، بالاضافه للتطوير بتاع بيئه العمل اللي احنا هنقدر نمشي منها. نحن الان في الوقت الحالي كاداره بتاعت الاتحاد ما عشمانين نحن كاداريين في الاتحاد انه نشارك في بطولة في الفترة الجاية
عشان نجيب ميدالية، ولا عندنا فكرة إنه إحنا نشارك في بطولة ما لم إحنا نكون ذات متأكدين إنه يعني يحصل زي ما بقولوا يحصل فلتة كده، فلتة كده. أيوة إحنا نكون في الفترة دي التأهيل تنسيق وإعادة، بنحاول نأهل الصغار، الكبار بنحاول نمرنهم مع المدربين بتاعينهم على أساس إنه هم يضغطوا الواحد في مزاحة ويقدر يرجع لأرقامه القديمة أو حسنة. بعد ذاك إحنا بتكون في الاتحاد العام هو بيطلب مننا مشاركات الخارجيه، بيطلب مننا لعيبه انه عندهم لعيبه المفروض يشاركوا في البطوله الفلانيه لمنشط او للعبه بتاعت 200 متر 300 متر 400 متر 100 متر او كافه الايفنتات بتاعت العاب القوى. نعم. لذلك نحن دي الفكره العامه اللي بنتكلم عنها حقت الاتحاد المحلي لالعاب القوى في الاداره الفنيه. ايوه. طيب يا أستاذ حسن، زي ما قلت دي تكملة للحلقة الفاتت. نعم. أكيد ومشرفنا ومنورنا مرة ثانية إن شاء الله. دايرة أعرف في مشاريع قيد التنفيذ، فعرفنا على المشاريع دي وعرف المشاهد على المشاريع قيد التنفيذ دي. أول حاجة كان عندنا المشاريع اللي نحن لقيناها قدامنا هو مشروع واحد لقيناه قدامنا في البنية التحتية اللي هو ملعب ميدان الربيع الأندرماني. ميدان الربيع الأندرماني أو نادي الربيع الأندرماني هو مضمار ترابي، ولقينا بعض الجهات هي كانت تكفلت بأن هي ممكن تقوم تعمل تطوير في النادي أو تحديث لأرضية الملعب من بعض النواحي. التطوير هو أصلا النادي الملعب الترابي ما بيفيد كثير زي الملاعب الدوليه. الملاعب الدوليه هي بتتكون من ترتان، الترتان ده هو الماده البلاستيكيه اللون احمر او الازرق دي كده. زي الاسفنجيه دي هي الموجوده دي، هي دي الطبقه الاساسيه اللي بيجري عليها اللاعب. الطبقه دي عشان تتعمل لازم اول حاجه في ردميات ترابيه، بعد ذاك بيجي اما هي ارضيه ثابته انترلوك او ارضيه بتاعت اسفلت تتعمل، بعد ذاك بتجي عليها، والعمليه دي مكلفه جدا جدا جدا. اذكر انه في كم مضمار في الساحه الخضراء يعني في الساحه الخضراء ده، لكن كان متحرك ده لانه معمول كان على الانترلوك، لكن ده هي بكون على الاسفلت، على الاسفلت بكون ثابت. نعم. خلينا ناخذ استاذ محمد في جوله حول الاتحاد وحول موازنات الاتحاد وكيف انه بتعدوا الميزانيه، تحديدا استاذ حسن قال لنا انه احنا داخلين على مرحله جديده وهي مرحله اعداد فقط وليس منافسات او تاهيل لمسابقات او حتى يعني مشاركات محليه او دوليه. طيب من وين بتجيبوا الدعم وانتم في فتره يمكن محتاجه دعم كبير جدا، محتاجه لتركيز، محتاجه لجهود مبذوله ودعم مالي بالتاكيد. صح صح. اولا بسم الله اشكر قناه البلد على استضافتكم. هذا اتحاد جديد يعني لسه ميزانية والتسيير مال بتاع التسيير لغاية حسي نحن في يدنا ما استلمنا أي قروش، أي مبلغ لسه في يدنا ما خشى، لكن في وعود من لعيبة قدام خارج السودان وداخل السودان برضو في دومات يعني معادين أنا بيه، ولغاية حسي نحن ما استلمنا حاجة في يدنا، وعندنا من المفوضيه هسه حاليا اخذنا الاذن بتاع فتح الحساب بتاع البنك والاجراءات دي شغاله. بس بكره تقريبا احتمال نكون انتهينا من الاجراء ده. ما متوقعين دعم حكومي؟ والله من طبعا الدعم الحكومي ده لازم يكون من الوزاره ووزاره الشباب والرياضه ووزاره الماليه. الولائيه. الولائيه لانه بيكون في اتحاد عام والاتحاد العام عنده ميزانيه خاصه. الاتحاد المحلي، الاتحاد المحلي لولايه الخرطوم. نعم. الدعومات كله بيكون من الولايه. من الولايه. هاي. نعم. طيب انتم محتاجين شنو يعني؟ انت بتعتقد كمدير مالي او مسؤول مالي في الاتحاد يعني ماذا تحتاجون الان الى المضي قدما باتحاد القوى وتجهيز كل المتطلبات من ميادين ومقومات الرياضه نفسها؟ هسي يعني الاتحاد المغرب كامل داير صيانه زي ما قال حسن وهاج. نعم. نائب الرئيس، المضمار، البنيات التحتيه كامله داير صيانه وداير المكاتب، كل الشغل بتاع المكاتب داير صيانه وداير شغل يعني. وداير حتى اللاعبين ممكن يكونوا محتاجين مستلزمات شخصيه. والله ده لسه ما تفرغوا للعيبه لكن هسه حاليا يعني البنيات التحتيه الاولويه لها ان شاء الله. ان شاء الله. داير يعني داير اجتهاد كبير يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع لك ثاني يا استاذ حسن.
عايز اعرف تقييمك للالعاب القوى في الوقت الحالي. تقييمي الشخصي انا لالعاب القوى في السودان الان زيرو. 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 من المؤسف يعني انك تقيم اللعبة زيرو. انا بقول لك زيرو ليه؟ زيرو زيرو. انت ما بتقيمي التقييم بتاع الاداء. انا ادائي شنو في العاب القوى؟ ما عندي اي اداء. سواء كان لاعب بيمشي بشارك بيجيني 150 او تقييم الان في 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 الصراعات الموجوده الان في 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 الخرطوم من اللعيبه ما بينهم، الاداريين ما بينهم، المدربين ما بينهم، في صراعات كثيره حاصله. الناس الان يعني في الفتره اللي فاتت دي يعني بدا يحصل التوافق بين الناس. بدا يحصل التوافق بين الناس والناس كلها اتفقت على انه كل العاب القوه دي هي الان وقعت. الناس كلها اتفقت انها هي ترفع وانه الناس ترجع للمستوى السابق او المستوى القديم او حتى بصيص منه بعد ذاك لاحقا الناس تجي. عشان كده انا قبيله قلت لك الان نحن فكرتنا الاساسيه ما فكره انه ليه احنا نشارك بلاعب في بطوله. فكرتنا الاساسيه انه الان نحن نعيد تاهيل الناس. نقوم الشباب والناشئين من تحت صح، ونحاول نرجع القدام اللعيبه الان الحاليين الموجودين لارقام ولو قريبه من ارقامهم القديمه او انجازاتهم القديمه. ايوه استاذ حسن، هل بتعتقد انه المشكله في اللاعب نفسه او التاهيل او الاتحاد او البيئه المحيطه ولا السودان؟ المشكله وين؟ لانه اللاعب نفسه اذا مش انديه اخرى، انديه عربيه او اقليميه اخرى، بينجز انجاز كبير ويكون في يعني مسافه المشكله مشتركه الانجاز نفسه. شوف لاعبيننا الان في قطر يعني. ايوه عندنا لاعبين يا سموحه، عندنا لاعبين عالميين يعني. انا بقول لك انا بيلعبوا باسماء دول اخرى. انا 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 بقول لك انا بقول لك اللاعب المشاركين هم اصلا اصولهم سودانيه موجوده. لعبوا لمنتخبات كثيره. انا الان عندي لعيبه بيلعبوا للمنتخب البريطاني لحد اللحظه دي. هم يعني من الناس وعدوا انهم حيدعموا اللعب القوة او المشكلة وين؟ انا عايز اعرف الخلل وين؟ المشكلة فينا المشكلة مشتركة ولا في ادارتنا؟ وانت بتتحدث عن يعني المشكلة نزاعات شخصية مشتركة جامعة ما بين الناس كلهم، بين اللاعب نفسه والاداري والمدرب والدولة نفسها. اولا نحن الخامات الموجودة عندنا كل العالم يتمناها. كل العالم يتمناها. يعني أنت ممكن تقول لي يا أخي أنا عندي لاعب من السودان قبل 4 سنة أحرز ميدالية في بطولة عربية أو بطولة أفريقية أو ورنا هي بطولة، هو مستعد إنه يعني يشيله وهو مغمض. بيقول لك أنا ده حأعمل منه بطل عالم. الآن نحن عندنا المشكلة بتاعت اللاعب، اللاعب أول حاجة هو نفسه لما كان بيكون لاعب قاعد في المعسكر هو بيكون مهمل في نفسه. يعني ما بكون مهمل إهمال كامل لكن مهمل في نفسه. بيهمل في نفسه مثلا بياكل أي حاجة. يعني إحنا في السودان هنا ما عندنا الكلام بتاع إنك أنت تاكل أو تمشي تتبع دايت مع حد. اللاعب نفسه هو بيهمل في نفسه، بياخد له سهرة، يكون عنده عيش صحبه ممكن يمشيه أو كده. إحنا شفناه بعيننا يعني حتى في اللعيبة اللي معانا. المدرب نفسه، المدرب بيديك برنامج والبرنامج اللي بيديك له ممكن انت تكون شغال على البرنامج لكن هو بيحين عليك مرات في التمرين. احنا كان عندنا كوتش ما بيحين علينا في التمرين. ايوه بيتحن عليك في التمرين، ممكن يقول لك عايز تشتغل، ممكن ما يهتم بالموضوع ذاته يعني. يعني الكوتش لانه يكون عنده 40 30 لاعب بيمرن فيهم. يعني المشكله هي يعني جماعيه من كافه الاطراف. لكن برضو انا عايز اقول لك استاذ حسن، اداريا يعني بنلقى انه مثلا في البعثات الدوليه وبعثات الاولمبياد بنلقى انه الاداريين الموجودين مع الفرق في كافه الاتحادات المختلفه اكثر من اللاعبين انفسهم. يعني بنلقاهم انهم بيبحثوا عن السفر وعن المشاركات بس باسم المشاركات والسفر في الشو، لكن الانتاج الفعلي من الاداريين نفسهم تفضيل اللعبه على مصالحهم الشخصيه والذاتيه بنلقى قليل جدا. طيب انا اقول لك حاجه، انت صدقتي في كلمتك انه بتلقي الاداريين اكثر من اللعيبه. بتلقي انه المدرب حقه مهضوم، حق المدرب مهضوم. المدرب نفسه لما يكون يدرب له في لاعب لحد ما يوصل المرحله بتاعت انه يشارك ويلعب ويشيل اسم السودان ده
في في ظهره يمشي به دوله خارجيه عشان يشارك باسم السودان، المدرب بتاعه ما بيذكر. احنا زمان يعني حتى لحد الليله اللاعب يذكر وبيذكر معه المدرب بتاعه. صح ايوه اكيد اللاعب يذكر ويذكر معه المدرب بتاعه، وحتى انجاز اللاعب بيرفع في الديجري بتاع المدرب في 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 في, في المدربين الدوليين. يعني بيتخطى لك علامه انه ده لاعبك انت انجزت خلاص انت مشيت لقدام. المشكله العامه انا ما بقول لك، انا لما قلت لك المشكله هي عامه، بتلقى الاداريين نفسهم اللي بيمشوا 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 كميه كوم بيمشوا مع واحد نفسهم هو ذاته مؤهل في فتره من الفترات. في فتره من الفترات السودان ده المنتخب بتاعه اللي هو انت ياسي اتكلمت عن، انا بتكلم لك عن السودان كله من اداريين ولاعيبه ومدربين. الاداريين نفسهم قبل كده اهتموا بالفريق، انهم معسكرات في اسبانيا، معسكرات في سلطنة عمان، معسكرات في المغرب، معسكرات في 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 في, في, في لندن. دي كانت معسكرات بتمشي للعيبه، معاهم كوتش واحد، معاهم اداري واحد، حصلت الانجازات. الان نحن رؤيتنا انه الاهتمام بالمدرب اولا، بعد ذاك الاهتمام باللاعب. صح، تاهيل المدرب. ايوه نعم، في التاهيل. ايوه، لانه انا لما اهل المدرب، المدرب انا اتعلمه من التاهيل بالمحاضرات من الدكتور المختص تلقائيا هو هيعكسه على اللاعب. طالما انه هو عكسه على اللاعب معناته انا اللاعب بتاعي اخذ له درجه لقدام، طلع سلمه. اللاعب نفسه بعدين لما يمشي لي قدام بقى مدرب او بقى اداري، بيكون عنده الفهم الاداري اللي اتقال له الان في الحاجه. فيبقى انه انا حصل لي تطور اوتوماتيكلي في المنشط. بعد ذاك الضغط على اللاعب نفسه في انجاز انجاز التدريب او انجاز الملزمه اللي ادى له والكوتش، دي هي انا اهم حاجه بالنسبه لي في الاخر. طيب يا هديل، خلينا نشوف الراي المالي في الكلام اللي قاله الاستاذ حسن. أيوة الاستاذ محمد، رايك في الكلام اللي هو يتحدث عنه الاستاذ حسن في التدريب والتاهيل والكلام ده. عايز اعرف رايك انت كاداري مالي في الموضوع ده، حتوفر له الدعم الجماعي لو بتقدر تعمل شنو؟ يعني احنا بنجتهد بقدر الامكان اكيد. ايوه زي ما اوريك في قدام اللعيبه من خارج السودان يعني وعدونا، هنا داخل السودان برضو كذلك وعدونا، فقدر الامكان قاعد نحاول نوفر يعني كل التطلبات. يعني نحن لغايه هسي يعني عملنا تصور بتاع مبلغ قريب 55 مليار للنهضه. نعم هاي، وان شاء الله يعني مجتهدين فيه. يعني طيب يعني توفير البيئة السليمة مالية للمدرب، أنا بعتقد إنها من أول المقومات المحتاجينها المدربين. لما يكون مكتفي ماليا وذاتيا حيركز في اللعبة نفسيا نفسها. كده حيكون هو متلقي للموضوع ده ومتقبل الموضوع ده. أي هسي هما يعني عندهم دورة تدريبية للمدربين، بعد ذاك يعينوا المدرب، بعد ذاك ممكن يعملوا تدريب اتفاق. المدربين نفسهم لا دي اتفاق ذاته مع المدرب، ما انه يشتغل مع الاتحاد المحلي بمرتب ثابت يعني كل الميزانيه ان شاء الله وخاتمنا اليوم. ان شاء الله ربنا يوفقه بس ان شاء الله باذن الله. نرجع لك ثاني استاذ حسن، عايزه اتكلم عن التدريب والتاهيل بشكل واضح. يعني تكلمنا هسه عن التدريب والتاهيل في حاجات كثيره، بس ما عرفنا طريقه التدريب والتاهيل بشكل واضح. طيب التدريب طبعا هو تدريب المدربين دي ما من اختصاصنا احنا كاداره. ايوه، لكن احنا بنوفر البيئه اللي هم بيتدربوا فيها. في اتفاقات اتفقنا عليها ما بين بعض الجهات لعمليه تدريب المدربين بعد ما نحدد المدربين اللي هم المفروض يتدربوا على الدوره. هي الدوره طبعا حتكون متعدده، لانه انا لازم احدد تصنيف كل مدرب في المستوى بتاعه. عشان احدد مستوى المدرب كونت لجنه. اللجنة دي مع فيها خبرة من المدربين الحاصلين على شهادات بتقدير. هم حيشيلوا كل المستندات اللازمة لكل مدرب ويراجعوها. لمراجعتهم بيحددوا انه كل واحد مستواه وين. على اي المعايير اللي بيتم اختيار المدرب عليها؟ المدربين الان الموجودين عندنا عندهم شهادات حضور. هو اصلا موجود المدرب. المدرب اصلا في اللعبه، يعني في اللعبة انه موجود. ما طلع منها او ما مؤهل.
يعني هم في ناس أهلوا نفسهم بالحضور، لكن نحن التأهيل الآن نحن بنقصده، نحن ذاتنا نفسنا كإدارة التأهيل بنقصده لازم تحصل على تقدير. أيوة على شهادة. شهادة إزبارت. شهادة شهادة بتقدير، شهادة بتقدير معناته أنت جلست الامتحان، معناته أنت حطبق لي الحاجة اللي أنت تعلمتها. أيوة صح. نجحت فيها مريض. ده أنا بالنسبة لي التقدير ده بيأهلك أنت تبقى في مستوى معين، والمستوى ده أصلاً ده متعامل به عالمياً. يعني أنت لما تجي تقدم نفسك لأي جهة خارج السودان أو داخل السودان بتحدد أنت في هذا المستوى. المستوى بتاعك A B C تصنيفك ده جاي من وين؟ أنا ما شهادتي بشيلها، بدك نمبر دولي للمدربين الموجودين المنتسبين للاتحاد، بدك رقم محلي مش دولي، بدك له للمنتسبين للاتحاد أنت بتاخده. معناه أنتم محتاجين تفعيل كافة القوانين اللي حتى تؤهل المدربين للعبة نفسها. أنا محتاج أفعل اللعبة نفسها عشان أفعلها، المفتاح عند المدرب. عند المدرب فعلا. عشان كده أنا المدرب وأنا ماشي عليه حيكون مع جامعة السودان إن شاء الله التدريب بواسطة دكاترة متخصصين، بعد ما يحددوا لي الليفل المحتاجينه لكل المدربين يعني حنشوف في ناس حيكون طبعا مستواهم واصل يا دوب بعدين من الزيرو، وفي ناس حيكونوا مستواهم عالي يعني ما كل الناس واحد، لكن محتاجة تقييم. وزي ما انت ذكرت خبراء يعني أساتذة جامعة السودان للرياضة البدنية مهمة جدا خبرتهم. أنا والله أسف جدا لأنه إحنا ما تطرقنا لكثير من الجوانب المهمة للاتحاد، المعوقات و طموحاتكم وأمالكم وحتى رؤيتكم المستقبلية، لكن ختاما عايزة أديكم يعني مساحة تقدموا رؤيتكم وتوصلوا رسالتكم على الشاشة. وأكيد يا سموحة إنه دي ما آخر حلقة لنا معكم، وأكيد حنستمر في إنه إحنا نكون معكم لحد ما نعرف وصلنا وين إحنا في ألعاب القوى إن شاء الله بإذن الله، نتأهل للعالمية إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لحضوركم معنا. أنا أترك لكم مساحة في كلمة بسيطة لكل المتابعين. أنا أول حاجة أنا أحب أشكر قناة البلد. الحاجة الثانية في يعني في نقطة أنا عايز أذكرها لكم، في جهات رسمية هنا في السودان الآن إحنا من امبارح واليوم جارين بصورة سريعة حتظهر إن شاء الله الأيام الجاية للناس بعد ما الناس تمضى عقوداتها فيها، وإنتوا حتكونوا أول الحاضرين إن شاء الله لتوقيع العقودات دي أو للحاجة دي لحد ما تتبلور تطلع، وما دايرين نذكر أسماءهم لحد ما نحن ناخذ الاتفاق أو الموافقة النهائية للتوقيع. يعني طبعا البلد ما معروف كل يوم ممكن بكرة ياخذوها عليه إن شاء الله لخير بإذن الله. شكرا إن شاء الله رب العالمين. نشكر كل الناس اللي وقفوا ورانا وحيجيفوا معنا إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد. أشكركم على الاستضافة وأشكر كل البدعم على العرض القوة والواقفين على حدب العرض القوة كلهم، كان في الخارج وكان في الداخل، نشكرهم ونشكر الناس اللي كانوا قبلنا اللجنة التسييرية كل محبي ألعاب القوة ألعاب القوة ولاعبي ومدربي ألعاب القوة نشكرهم، وإن شاء الله كلهم يقفوا مع بعض عشان ينهضوا اللعبة اللي قدام إن شاء الله. إن شاء الله أشكركم تاني بارك الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، ما خلصنا حنطلع فاصل صغير ونجيكم في فقرة تانية إن شاء الله.